السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع البرد؟ كي دايرين مع هاد الفيروس ديال كورونا؟ الله يجعل ربي يبعد علينا هاد المرض ويفتح علينا البيبان. راه حنا تحبسنا، راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. على كل حال، انا دابا غادي نشارك معكم واحد العصير كنديرو ديما التقويه، ومادام اننا البرد وكلشي مسدود وجلسنا في الدار وما كاينش تحرك، دابا انا غنبدا واحد الريجيم غنبداه معكم. مع كل مره درت فيديو غنقول لكم كيف وصلت مع الريجيم. فالجو في الحقيقه هاد العصير كنديرو ديما مقوي ومنعش ومزيان للبشره وزوين بزاف ومزيان اللي عندهم فقر الدم. شنو هاد العصير؟ عندي باربا محكوكة، دائما كونجلي، هادي دائما عندي في كونجيلاتور دائما. بلاتي باش كيبان ليكم دابا المشكلة إلا هبط الكاميرا مكيبانش راسي شكون غيهضر معاكم. إلا هزيت الكاميرا باش نبان أنا، خاصة الكوزينة كيدرق طابلو دو بورد. فين كان طابلو دو بورد؟ فين كان نخدم في الكوزينة؟ ما علينا، هذه هي الباربا محكوكه بحال خيزو. كنحكو خيزو كنديرو الباربا بحال هكا، كنديرها في الكونجيلاتور كنخليها دائما عندي موجوده. كتحكيها خضره، كتغسل تحيدي لها النباته من فوق من تحت، كتحكيها خضره. ولا حباده الا كانت اورغانيك بيو، عندي اورغانيك انا اللي كنزرعها وفا انا حنايا بيو طبيعيه. هذه أو تفاحه خضراء، تفاحه خضراء تحيدي لها غير الزريعه اللي فيها الداخل، وكاس الماء القياس ديال الكاس اللي غتشربي فيه الجو يكون تاع الماء ياك. بون هادشي كنبان لكم، كيبان بغيتي نجرب الكاميرا. دابا حنا اللي عندنا الكوزينه كتخدمي عاطيه بظهرك شويه كتجي واعف. فوالا ها هو تيبان لك نو فوالا ها هو. يلا انا دابا غنشجعكم تبداو ديروا هذا سيغيان، هذا زعما دغيا كيطيب وما تصوروش حنا فيه البشره. الناس اللي في ميدل ايج بحالي فوق خمسينات، يعني خاصكم تحاولوا يوميا او على الاقل مره في يومين تاخذوا هذا العصير ديال التفاح خضر مع الباربا، راه عجيب عجيب عجيب. طون العصاره كيبان يا سو غادي ها انا غادي نحط هاد الباربا قياس جوج كيسان محكوكين بس حكوش كيسان جوج كيسان عامرين ديال الباربا محكوكه. واخا هاك هاك مدوش عليا انايا، راه البرد. اوكي الوغ، حنا اللي في اوروبا دابا راه والله الا عندنا البرد بزاف هاد العام. هاكا ويا بون، غادي نقطعو البارد التفاح، نحيدو له الزريعه، نخلو له القشره ديالو. لحقاش القشره ديالو سي دي فيبغ، هي عباره عن فايبر مزيانه مزيانه ال يعني ال الكولون المصران الكبير. فوالا ياك، ملي غادي نديرو هاد العصير راه غادي يجي زوين. هيا فوالا كيبان لكم، هاهي ها هو دابا هذا هنايا ايوا ها هو هنايا. دونك غنزيد عليه كاس ديال الماء، يكون من يعني من روبيني ولا القرعه ديال الماء الى عندكم حسن. فوالا ايوا دابا غادي نعصروا كلشي. اوكي ها
لي على لي على الصباع. ها هكا فوالا كيما قلتي كون غادي تدخل لي على الصباع. فيري فيري جود، يعني غزالة ضعافة من نفس الشخص. واحد من بيوتي أو بيوتي واحد من هذا يقول لك كل ما تاكل كيقول لك الغزال أو البشرة الشعر عند الأظافر. فوالا هادشي اللي كاين بالخصوص النساء. قبل ما نمشي للمكياج خصنا نديرو المكياج من الداخل يخرج على برا، عاد شويه ديال لابون سونتي زائده. بون ها هو العصير ديالي، يامي يامي يامي. فوالا ايوا لاله، هاهو هاهو الحبيبه ديالي. وتقدر مثلا اللي تيبغي يعني النحافه واللي عنده السكر يقدر يزيد فيها عصير تاع الحامض. انا دابا غنكتفي بعير هكا. صحتكم وصحتي وصحتنا. ايوا ما تعكزوش بارباش ديال حكايه بحال ديال خيزو في الماكينه ديال خيزو ولا في الروبو ولا اللي عندك موجود، وديري واحد الكيلو ديري في كونجيلاتور، ديري على حساب عمري جوج كيسان في المره، ديريهم في الساشيات. ايوا ديريهم في كونجيلاتور فيما بغيتي، جبدي ساشي او تفاحه خضراء ولا اللي كان، ماشي ضروري هي من احسن خضره. ايوا لانه طحني كلشي و... يلا الى اللقاء بصحه وراحه اللي درتو. وهنا معكم شي شويه غندير لكم هو غدا وفطور. بالنسبه اللي كما قلت لكم بغيت يبدا الدايت ياكل خفيف ولا عادي فطور عادي، انا غادي ندير دابا واحد لومليت بليزيبينار غنوريكم كيفاش غندير ليه. ايوا هنا معكم، ما تمشيو فين، ما تنساوش ديروا ليا جيم و افوني، اشتركوا عندي في القناه يلا باش تشجعوني ونشجعكم ونشجعوا بعضياتنا. يلا يوتيوب المغربي يطلع. باي.